السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد على قناتكم مطبخ أم فايزة. عيد الفطر على الأبواب، كنتمنى يلقاكم بالصحة والهنا وراحة البال وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. اليوم جبت لكم تاني محبوبة الجماهير، حلوة الريش بهم بشكل جديد. من القليل خرجت الكثير، وديما كنجيب لكم غير السهلة. بقوا معايا وتابعوا جميع المراحل من الاول حتى الاخر الفيديو باش ما تفلت لكم حتى لقطه. نبداو على بركه الله. هنا عندي نص كيلو من الزبده و400 غرام من السكر سنيده اللي طحنتها حتى ولات بحال السكر كلاصي. 400 غرام كتعادل جوج كيسان ديال العنبه يكونوا عامرين. درت قبصه د الملحه وخدمت الزبده مزيان مع السكر حتى ولات ليا على شكل بوماد، ودرت 4 د البيضات وخدمتهم مزيان مع الزبده حتى نسجم الخليط ولا بهذا الشكل. غندير 3 د الكيسان قياس العنبه من الزيت ما يعادل نص سيترو، وغنعاود نخدم مزيان حتى نسجموا المكونات. اي حاجه ضفتوها خدموها مزيان. ودرت 50 غرام من الفينو، الفينو هو السر ديالها باش كتجي مقرمشه. الا ما بغيتوهاش تجيكم مقرمشه ما تضيفوش الفينو، وممكن ديرو في بلاصتو 50 غرام من الكوك. هادو اقتراحات والاختيار كيبقى ديالكم. وبعد ما نسجم الخليط مزيان غندير معلقه صغيره ونص من بودره الفاني، وبالنسبه اللي ما متوفره ليهش بودره الفاني يعوضها بجوج ساشيات من الفاني العاديه. وغندير معلقه صغيره من نكهه الليمون اللي ممكن تعوضوها بقشور الليمون او القشور الحامض. درت كميه ديال الدقيق وخماره وحده د الحلوه، كنجمع العجينه وانا كنزيد الدقيق بشويه بشويه حتى تجمعات العجينه. ما عبرتش الدقيق لكن عيني ميزاني. والعجينه خليتها رطبه بزاف طريه، ما درتهاش قاصحه، خليتها كتلاصق في اليد باش تالي تجي فتيه وهشيشه بلا قياس. كنشكل العجينه كرات متوسطين وكنوضعهم في لاطه د الفران. غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي كاع العجينه اللي عندي، ومن بعد غندخلها الفران اللي سخنت من قبل. غنخليها طيب من تحت ومن الفوق على عافيه قليله باش تجي طيبه من الداخل وما تحرقش من برا. وبعد ما طابت هذا هو شكلها، كتجي واخده حقها في الطياب وما كتجيش محروقه. كل ما نقصتو الفران كيكون حسن. هنا درت نص كاس من عصير الليمون ونص كاس من عصير الحامض، وضروري ما يتصفوا من قبل. ونص قرعه كبيره من الكونفيتور ديال المشماش، وبالنسبه اللي ما كيبغيش المذاق ديال الحامض يدير كاس ديال الليمون وما يضيفش الحامض. رديت الكسرونه من فوق عافيه متوسطه ومره مره كنحرك، وخليته طبخ مزيان حتى نسجم الخليط وتعسل. طفيت عليه وخليته حتى برد وسكبته في اناء. وهنا عندي كميه ديال الكوك، كندوز الحلوه كامله في الكونفيتور وكنخليها تشرب واحد 5 دقائق باش عاد كندوزها في الكوك. كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه. غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي نص ديال الكميه، والنص الاخر غندير ليه الشوكولات. هنا عندي الشوكولات طحن مذوب وزدت عليه شويه ديال الزيت وخلطهم مزيان حتى نسجم الشوكولات مع الزيت، وكنطلي به الحلوه كامله، ومن بعد كندوزها في الكوك. غنكمل بنفس الطريقه حتى نسالي كاع الكميه اللي بقات ليا بالشوكولاته والكوك، ومن بعد غنشوفوا الشكل النهائي. وبعد ما ساليت هذا هو الشكل ديال ريش بوند اليوم، كتجي غزاله ولذيذه بلا قياس. اليوم البنه ديالها زايده، البنه ديال الشوكولاته والليمون والحامض كيجيو يا سلام. كتجي فتيه هشيشه بلا قياس، كتدوب في اليد قبل الفم. كنتمنى الحلوه ديال اليوم تنال اعجابكم وتبارطاجيوها مع احبابكم واصدقائكم، وما تبخلوش عليا بلايك والبارطاج، هذا فضلا وليس امرا. وما تنساوش تشاركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم دائما على التشجيعات ديالكم، شكرا على التعليقات الزوينين ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.